هذه العين تسمى عين السعود. عين السعود. عين السعود هي، وهي العين الرئيسية لهذا المتشر كله، وصاحبها سبلها ووهبها للناس في سبيل الله. الله أكبر. ومنذ أمد بعيد مات وتركها صدقة جارية، ويأتيها الناس من مناطق شتى، من طنجة ومن تطوان ومن أصيلة ومن مختلف القبائل، وخاصة في شهر رمضان، حيث تأتي الشاحنات الكثيرة من جميع الجهات فتملأ الماء من هذه الجهة وتأخذها إلى بيوتها. فعلا من أحلى ما ذقت ومن أحلى ما حل الجهاز العين هذه. هذه هي العين. هذه هي العين. هذا اللي تصب العين طبعا فوق. فوق، وهذا المصب. المصب هذا هو فقط. هذا هو. يعني هذا دفع الماء. نعم، وهذه عين أخرى كذلك. عم أبو الياس.